التعامل مع فكرة افتقاد قريب توفاه الله. بس هو ليه دايماً، ليه دايماً حتى لو العلامات واضحة والعمر تقدم أو المعاناة مع المرض زايدة والناس ساعتها تقول إنه ربنا هيرحمه ويعفي عنه، إنه لما بيحصل وده الحقيقة الواقعة في حياتنا، ليه دايماً برضو بيبقى عندنا صدمة الفجأة؟ ليه؟ هو البدايات غلط، يعني الناس بتقول ربنا يرحمه ويعفو عنه يعني يتوفاه، وإحنا مؤمنين يعني مش فلسفة عالم ولا وجهة نظر، يعني بأن ربنا ما بيشكش بني آدم بشوكة إلا بيكفر بيها من خطاياه، وطول ما هو بيعاني أمراضاً وبيداوى مأجور طهور له من ذنوبه، طهور له والأمل في الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، ومش وإذا مرضت فهو يرحمني ويموتني. يعني فكرة الموت بتصور إن فكرة المعاناة بتبقى نهاية لا ما يتصورش قوي، أما يجرب يبقى يصور. هو جرب الموت واحد قبل كده وعرف إنه هو رحمة. في حديث واحد في البخاري على إيدك اليمين، الميت إما مستريح وإما مستراح منه. فسروها العلماء ازاي؟ الميت مستريح من عناء الدنيا اذا كان شخصا صالحا هيروح الاخره ونعيمها والجنه، ومستراح منه قليل الادب واللي ماشي يحك في عربيات الناس. قالوا له يا رسول الله مين اللي يستريح منه؟ قال الناس والشجر والدواب. في ناس ماشيه في الشارع واولادنا المفروض نعلمهم يعني والله مؤذي. ربنا ما الميت اما مستريح من عناء الدنيا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن اللي هي تكاليف الدنيا، إن ربنا لغفور شكور. فهو استراحه من عناء الدنيا. جالك منين إن الإنسان ده هيستريح من عناء الدنيا بالموت؟ والله أعلم ما عليه عباده. فإحنا فكرة الارتياح من معاناة المرض معلش وألم المرض وفي حالة المرض وفي هوب في الشفاء، إنما لو دخل الترب مفيش رجوع تاني. يبقى مهما كانت الحياة غالية محتاجة التدريب زي ما قلنا قبل كده. أي طبعا مهما كانت الحياة غالية، رضاه عما كتبه الله له ثوابه كبير جدا. تحمله لألم، في فرق بين الرضا والتسليم صح؟ في الرضا نتيجته التسليم، الرضا مقدمة للتسليم، التسليم هو الغاية. فلا وربك لا يؤمنون. كنت متخيل انه التسليم قبل الرضا. لا الرضا الاول، لانه انا من رضي سلم، سلمت ولا وعاجز مش عارف ارضى. معلش شوف بص فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يلاقوا رضا ويسلموا تسليما. يعني الرضا قبل التسليم. الرضا طبعا.